بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية إلى الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين وفيما يلي نص البرقية. معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة حفظه الله وزير الداخلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه ليسرنا كثيرا بمناسبة احتفال البلاد بذكرى المئوية لتأسيس شرطة البحرين أن نعرب لمعاليكم عن خالص تهانينا وتبريكاتنا، مشيدين بما تواصلون معاليكم وجميع منتسبي وزارتكم الموقرة بذله من جهود طيبة مباركة عملا على استدامة تطوير كفاءة وجاهزية كافة قطاعات الوزارة ومختلف أجهزة الأمن، وبما انعكس على ما ينعم به وطننا الغالي من أمن واستقرار وما يشعر به المواطن والمقيم من أمان وطمأنينة. كما ونود اغتنام هذه المناسبة للإعراب عن اعتزازنا بالدور الوطني الكبير والمخلص الذي قام به رجال الداخلية المؤسسين في بناء صرح شموخ للأمن والأمان في بلدنا العزيز، إن نعمة الأمن والاستقرار هي الأساس الثابت والراسخ لكافة جهود التنمية المستدامة والبناء والتقدم الذي تشهده مختلف الأمم والشعوب. ولقد كان لجهود وتضحيات كافة منتسبي وزارة الداخلية أكبر الأثر فيما يتمتع به بلدنا الغالي من أمن وأمان واستقرار ونهضة وتقدم مستمرين. مع أطيب تمنياتنا لمعاليكم وجميع منتسبي وزارتكم الموقرة بدوام التقدم والنجاح والتوفيق في أداء رسالتكم الوطنية النبيلة لحفظ أمن واستقرار الوطن، إسهاما في بناء نهضة البلاد الحديثة على كافة الصعد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.